هنا تتصادم الكرات معلنة بدء جولة جديدة من لعبة البلياردو الشهيرة، حيث يتنافس الشباب السوري في هذه اللعبة ليقضوا أوقاتا ممتعة مليئة بالحماس والاندفاع. وبهدف هزيمة الخصم لابد أن يتمتع اللاعب بمهارة عالية ليتمكن من إدخال كراته الثمانية في الثقوب المختلفة لتحقيق الفوز على اللاعب المنافس. نجي نتسلى هون، نضيع نفسنا شوي، ننسى الأجواء القصف والأجواء الحرب هيك، يعني نتسلى مع الشباب، نخسر نربح يعني مع بعضنا، نضيع نفسنا يعني، مو أكثر ولا أقل. يدعي كل من الألمان والإنجليز والفرنسيين أنه كان مخترع لعبة البلياردو، وبغض النظر عن مخترعها فإنها تعتبر من أكثر الألعاب الترفيهية متعة في العالم، حيث تعتمد على المهارة والتخطيط والدقة في تسديد الضربات لتحقيق الفوز الساحق على الخصم. فكان اللعب بها أشبه بخوض معركة حربية، ومع ذلك يجد فيها الشباب هنا لعبة للترويح عن النفس والابتعاد عن أجواء الحرب الحقيقية القائمة في البلاد. هون أوقات فراغ بيجي الشباب، في أوقات فراغ بيجي على أيام سيروا بتنافسوا، هون واحد بيربح واحد بيخسر، بتسلوا نفسهم شوي عشان ينسوا أجواء الحرب. لا يعني استمرار المعارك في سوريا والحرب الكارثية التي يشنها النظام على الشعب السوري، لا يعني ذلك بالنسبة للشباب توقف عجلة الحياة، فما زال للترفيه عندهم متسع من الوقت يقضون فيه أوقاتا ممتعة مع أصدقائهم في جو تنافسي تعمه الروح الرياضية. لأورينت نيوز، أحمد الصوراني من ريف إدلب.